وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. أستاذ تيسير، يعني بعد التحية، كيف ترى استجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني فيما يخص الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا؟ مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. الحقيقه استجابه سياده الرئيس دي اثلجت صدورنا جميعا، وكمان اكتر مننا كمصريين الناس اللي خرجت من المحبس واللي خدت حريتها، لان الرئيس دايما بيشعر بالمواطنين المصريين وبيحبوهم ودايما بيعمل من اجلهم. النهارده احنا بنشوف سياده الرئيس بيستجيب لتوصيات الحوار الوطني اللي ابتدت تتكلم في البدايه خالص وقت ما اطلق هو سيادته الحوار الوطني من حوالي 3 سنوات، والأحزاب والسياسيين والحوار الوطني كله كان بيتكلم عن النقطة الأولى، الإفراج عن المحبوسين احتياطيا. نعم. الخطوة دي بتتماشى مع كمان القانون الإجراءات الجنائية اللي بيدرس حاليا، مشروع القانون اللي بيدرس وهيطلع بيه قانون، ودي رسالة الحقيقة للعالم كله إن الرئيس وإن مصر كلها بتتجه أو ماشية في حقوق الإنسان بشكل عملي وحقيقي وملموس. النهارده الافراج عن ال 151 متهم، الناس دي خرجت الحريه مره ثانيه، شعورهم شعور طبعا يعني فرحه غير عاديه بعودتهم لاهلهم، سعاده بتنعكس علينا جميعا بالسعاده، تخلينا نقول لكبير العائله المصريه عشت لينا وربنا يكرمك ودايما حضرتك بتحس بينا ودايما بتحط مصر على الطريق الصحيح في المحافل الدوليه وفي الاتجاه الدولي ايضا والعالمي بشان حقوق الانسان بافكار وبتصرفات حقيقيه للواقع اللي احنا بنعيشه وبنشوفه قدامنا، منها الافراجات المتتاليه ومنها الافراج اللي تم النهارده ال 151 اسره النهارده. نعم. كلنا كمصريين سعداء بيهم. سياده النائب، يعني سريعا تطلعنا على ابرز ما تم تعديله في الحبس الاحتياطي سواء فيما يخص المدد او حتى في رد الاعتبار لمن حبس ظلما. بشكر حضرتك على الجزئيه الخاصه في من حبس ظلما ورد الاعتبار ليه. ورد الاعتبار ده بتعويضه ايا كان مش هيبقى بقيمة حرية الإنسان، لكن خطوة كويسة جدا على الطريق عشان ما حدش يتحب الظلم، وعشان اللي يتحب الظلم يبقى ليه رد اعتبار يقدر قدام الناس كلها يقول والله أنا رد اعتباري فأنا محبوس أو اتحبست ظلم، وده شيء كويس. أو دي نقطة من النقاط المهمة جدا في مشروع القانون، وأيضا مدة الحبس الاحتياطي إنها ما تزيدش عن الفترات اللي هيقرها القانون، ده شيء كويس قوي عشان الإنسان، ممكن أي واحد فينا يتعرض لأي مشكلة، ممكن يتعرض لأي موضوع يتعرض فيه للحبس الاحتياطي ما يتبقاش فيه. وكمان نقطة مهمة كمان عايز أقولها لحضرتك، الحبس الاحتياطي النهاردة بيدرس إن يبقى في داخل مسكنه، فده شيء كويس أيضا، ممكن يبقى يعني شيء بيريح الإنسان مكان الحبس، يبقى نعم مش بعيد عن أسرته لغاية لما يصدر عليه حكم، يبقى في الحالة دي حكم القضاء لازم يمشي على أي حد. نعم. مشروع القانون متميز، مشروع القانون بيحط مصر على قرب او زي الدول المتقدمه اللي بتتكلم عن حقوق الانسان. النهارده احنا بنقول ان اللي بيحصل النهارده بياكد على ان خطواتنا الى الامام، وان القياده السياسيه برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ماشيه في الخط الصحيح لصالح مصر ولصالح المصريين بالكامل ولصالحنا احنا كمان كاحزاب سياسيه. نعم. مشروع قانون الاجراءات الجنائيه نقاط التلاقي والاختلاف ما بين الحبس الاحتياطي. التلاقي واختلاف حول الحبس الاحتياطي في بعض وجهات النظر، انا مش عايز ادخل فيها كتفاصيل في المواد، لكن عايز اقول لحضرتك ان كل نقاط الاختلاف بتتناقش في اللجان والناس كلها بتتكلم فيها بحريه تامه، نقابه المحامين اتكلمت، النواب اتكلموا، الشخصيات العامه اتكلمت من اجل الوصول لافضل صياغه لمشروعات القانون، ونتمنى انه يطلع في وقت قريب جدا الى الجلسات القادمه الى النور، وكل الشكر للنواب اللي ما خدتش اجازه وما خدتش راحه في سبيل انها تخرج هذا القانون المتميز لصالح حريه الانسان المصري. سياده النائب تيسير مطر رئيس حزب اراده جيل، جزيل الشكر.